لويس إنريكي المدرب الأسباني الكبير ينتصر للمغربي لامين يامال بعدما اختار لامين يامال تمثيل المنتخب المغربي والتراجع عن تمثيل أسبانيا. لويس إنريكي المدرب الأسباني الكبير يصفع الاتحاد الأسباني ويكشف فضائحه في إجبار اللاعبين مزدوجي الجنسية بالتهديدات والإغراءات والضغوطات لتمثيل أسبانيا ورفض تمثيل البلد الأم. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أولا يا سادة يا كرام، لويس إنريكي المدرب الأسباني الكبير ومدرب باريس سان جيرمان الفرنسي أكد بأن اتخاذ لامين يامال قراره اليوم بتمثيل المنتخب المغربي مستقبلا وعدم الاستمرار في تمثيل المنتخب الأسباني هو قرار صحيح بنسبة 100%. وأكد لويس إنريكي أن لامين يامال بالإضافة إلى إبراهيم دياز وحكيم زياش ويوسف النصيري والزلزولي وبوفال يصبح المنتخب المغربي من خلال هؤلاء من أقوى منتخبات العالم والأقوى في إفريقيا بلا أي نقاش وبلا أي جدال. أيضا لويس إنريكي فضح الاتحاد الأسباني وأكد أنه مرات ومرات ومرات مارس العديد من الضغوطات والإغراءات والتهديدات في لاعبين مزدوجي الجنسية من أجل أن يرفضوا تمثيل بلدهم الأم ويمثلوا المنتخب الأسباني، وهو ما فعلوه مع لامين يامال في البداية. ولكن لويس إنريكي أكد بأن المغربي لامين يامال صفعهم، زلزلهم، أحرقهم ولم يستمر في تمثيل أسبانيا، واختار المنتخب العظيم، المنتخب الذي يحبه، يعشقه، يشجعه، ألا وهو المنتخب المغربي. تمنى لويس إنريكي كل التوفيق للامين يامال في أن يكون إضافة كبيرة للأسود، وأن يساعد كتيبة وليد الرجراجي في التتويج بالبطولات خلال المستقبل القريب.